أصدقائي، أنا روان. اليوم ماما علمتني عن شيء مهم مرة، وقالت لازم تعلمين أصدقائك. علمتني ماما عن اللمسات الآمنة والمؤدبة، وقالت عادي مثلاً تضمين أحد من أهلك وأحبابك، أو تسلمين على الناس، أو حتى تقولين لصديقتك كفك. وعلمتني ماما بعد عن لمسات غير آمنة، وقالت في أماكن في جسمك المفروض ما يلمسها أحد أبداً لأنها خاصة، ولكن عادي تسمحون للطبيب يلمسها عشان يعالجكم بشرط يكون معكم بابا أو ماما في نفس الغرفة. وقالت لي ماما لو لمس أحد مناطقنا الخاصة لازم نكون أقوياء ونصرخ وما نسكت، نروح ونعلم أي أحد من أهلنا أو نعلم المعلم أو المعلمة. وانتبهوا، أحياناً يخوفكم أحد ويقول يا ويلكم تعلمون، أو يعطيكم هدية حتى تسكتون، بس ما عليكم منهم، علموا بابا أو ماما لأن ما في أحد يحبكم مثلهم. بعد كلام ماما أنا قررت أصير قوية وأرفض أن يلمس أي شخص أجزاء الخاصة، ومباشرة أعلم أهلي. وانتم بعد خلوكم أقوياء مثلي.